موضوعنا اليوم عن أنواع الطلاق. طبعاً في 3 أنواع للطلاق: الطلاق العادي اللي هو الرجعي، وأيضاً طلاق الخلع، وطلاق المحكمة اللي هو عبارة عن 5 أو 6 أنواع. في البداية بنتكلم عن الطلاق الرجعي. من اسمه رجعي، يعني ممكن تكون في مراجعة للزوجة. طبعا الطلاق الرجعي يكون بإرادة الزوج شخصيا، يتوجه إلى إدارة التوثيقات الشرعية ويحدد موعد للطلاق. إذا كانت الزوجة طبعا رافضة الطلاق أو مريحة مع الإدارة، يقدر يقدم طلب للتطليق ويحدد موعد لهذا الطلاق، وبعد ذلك يتلفظ بهذه الطلقة. طبعا يقدر الزوج أو وكيل عنده وكالة خاصة بالتطليق. بعد ذلك طبعا مدة الطلاق الرجعي هي 3 شهور تعتد فيها المرأة في بيت الزوجية بعد انقضاء العدة، طبعا اللي هي العدة نفقت 3 شهور، وأيضا المتعة اللي تقريبا تكون 12 شهر. لكن في فترة العدة إذا تمت المراجعة، يراجع إدارة التوثيقات ويبلغهم أن تمت المراجعة، وبالتالي ينتهي هذا الطلاق. بالنسبة لطلاق الخلع، لابد أن يكون باتفاق الطرفين، يعني الزوجة متفقة مع الزوج أن يكون هنالك خلع مقابل أن يكون هنالك تنازل وإفداء للزوج مقابل شيء معين أو مبلغ مالي. وكثير من الناس يعتقدون بأن الخلع تستطيع الزوجة أنها ترفع دعوة خلع. ما في القضاء الكويتي دعوة ترفع تسمى دعوة خلع، وبالتالي يروح الزوج والزوجة إلى إدارة التوثيقات الشرعية ويخلصون إجراءاتهم، ويتم التطليق بمقابل، ويوثق هذا المقابل في إشهاد الطلاق اللي ينتهي إلى الخلع. وكذلك ممكن للوكيل أن يقوم بالتطليق سواء كان وكيل عن الزوج أو عن الزوجة، لكن يشترط أن تذكر في الوكالة الطلاق والتطليق والمخالعة. النوع الثالث من الطلاق اللي هو طلاق المحكمة، وذكر في قانون الأحوال الشخصية أن لكل زوج أو زوجة متضرر من هذا الزواج بسوء العشرة أو أي نوع من أنواع الضرر، التوجه إلى المحكمة والمطالبة بالتطليق. طبعا الضرر ممكن يكون بسبب القول أو الفعل، سواء كان السب أو الضرب أو الإهانة، أي نوع من أنواع الضرر ممكن يتقدم الزوج أو الزوجة للمطالبة في الطلاق. بالنسبة للزوجة تطلب التطليق للضرر مقابل احتفاظها بحقوقها الشرعية، والزوج أكيد راح يطلب الطلاق مقابل حرمانها من حقوقها الشرعية، وأيضا بعض الأزواج يطلب إرجاع المهر وإسقاط كافة الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق إذا كان هنالك ضرر بالفعل وقدمه للمحكمة. في هالحالة المحكمة راح تسعى للإصلاح بين الطرفين، وتحاول أنها تؤجل الدعوة للصلح، وبعد ذلك تنتدب حكمين سواء كان من أهل الزوجة وأهل الزوج، أو حكمين من خلال إدارة الاستشارات الأسرية، وتنتظر المحكمة التقرير اللي يقدم من هذه الجهات، وبعد ذلك المحكمة راح تقرر إما بالتطليق أو رفض الدعوة، وبعد ذلك المحكمة راح تقول كلمتها طبعا، إما أن يكون برفض الدعوة أو الطلاق للضرر من جانب الزوج أو الطلاق للضرر من جانب الزوجة. النوع الثاني من أنواع الطلاق أمام المحكمة، الطلاق لعدم الإنفاق. إذا قدمت الزوجة هذه الدعوة أمام المحكمة، لازم تثبت للمحكمة أن خلال الحياة الزوجية الزوج ما كان ينفق عليها. أيضا في نوع ثالث من طلاق المحكمة هو طلاق الإيلاء. إذا كان الزوج يعني ما قارب زوجته لمدة 4 شهور، من حقها أنها تلجأ إلى المحكمة، ويكون ذلك بحلف الزوج أن بالفعل هذه الأمور صحيحة، بالتالي المحكمة راح تطلقها للإيلاء أو يسمى الهجر. أيضا النوع الرابع من طلاق المحكمة طلاق الغيبة، يعني الزوج اللي يغيب عن الحياة الزوجية لمدة تزيد عن السنة، من حق الزوجة أنها تتوجه للقضاء وتطالب بتطليقها. طبعا تقدم الشهود ليأكدون أنه هو ترك البلاد، أنه هو ما تدري عنه، ما عندها أي معلومات عنه. بعد ذلك المحكمة تحاول أنها توصل له وتعلنه. إذا المحكمة شافت أنه ما في أي استجابة من قبل
الزوج راح تعطيه مدة إعذار، يعني مدة قانونية تعذره خلالها إما أنه هو يرجع للحياة الزوجية أو يطلق الزوجة. إذا ما في أي رد من قبل الزوج، المحكمة راح تضطر إلى تطليق هذه الزوجة. النوع الخامس من طلاق المحكمة اللي هو سجن الزوج. فإذا كان الزوج محبوس تقدر الزوجة أنها ترفع دعوى أمام المحكمة، لكن يشترط أن هذا الزوج يصدر بحقه حكم جنائي ونهائي لمدة تزيد عن 3 سنوات. فإذا مرت مدة سنة والزوج ما طلع من السجن، تقدر الزوجة تتوجه للمحكمة وترفع دعوى طلاق للحبس وتقدم الأحكام النهائية اللي أكدت أن مدة الحبس أكثر من 3 سنوات، وبالتالي المحكمة راح تقضي لها بالتطليق. شفنا معكم مادة 18 من دستور الكويت اللي تؤكد بأن الملكية الخاصة مصونة، يعني مثلا الشخص اللي عنده سيارة، عقار، بيت، أرض، أيا كان الملكية الخاصة مصونة، لا يجوز التصرف بها إلا في حدود القانون. يعني مثلا هذا الشخص بملكيته صدر عليه حكم مثلا مطالبة مالية، راح يتم عمل إجراءات حجز على هذه الملكية الخاصة، سواء كانت مركبات، عقارات، أموال. بالتالي لا تمس هذه الملكية إلا في حدود القانون وصدور أحكام بوضع اليد على هذه الحقوق. كذلك نصت هذه المادة بأنه لا يجوز نزع الملكية عن أحد إلا بحدود القانون، وبالتالي اليوم لو تم نزع الملكية للمنفعة العامة لابد أن يكون هنالك عوض لهذا الشخص المتضرر، لأنه يوجد قانون خاص لنزع الملكية للمصلحة العامة، وبالتالي يشترط تعويض الشخص المتضرر. وفي الجزئية الأخيرة من مادة الدستور 18 أن الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية، بالتالي الشخص المتوفي يستطيع ورثته اللجوء إلى القانون والمطالبة بحقوقهم في قسم التركات بعد استخراج المستندات الخاصة بالتركة.